خبيرنا التحكيم الكابتن محمود سعد، رجعنا لك مره ثانيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عبد الناصر بمسي عليك مره ثانيه وبمسي على كل حبايبك. احنا رجعنا ثاني لمباراه بيراميدز والنادي الاهلي. تمام. كان طاقم تحكيم اسباني كارلوس جراندي حكم ساحه، وراؤول كابنيرو ومارتينيز دييجو بيرو سيلفا حكمين مساعدين. سيزار جرادو حكم رابع، خوان مارتينيز واجناسيو ده كان حكام تقنيه الفار. عندنا النهارده حاله بس واحده هنقف عندها، حاله الهدف الاول لفريق بيراميدز. الهدف الاول كان فيه قبل ما الكوره تروح لفصل الدين بن يوسف ويحرز منها الهدف الاول، كان في التحام واضح مع لاعب النادي الاهلي. ان يمكن انا جايب لك الصوره بتاعتها، بعتها لك. كان في التحام مرتين. تمام. كان في التحام مرتين، مره التحام في الهواء ونتج عنها ان الكوره نزلت، وبعدين رجع تاني التحم مع نفس اللاعب بالدفع، في دفع واضح فيها يعني. تمام. فالدفع الواضح ديت كانت قبل الهدف مباشره. ونتج عنها احراز الهدف الاول للنادي الاهلي. يعني الكره دي اللي هي جا منها الهدف الاول، كان في التحام وكان في حاله دفع وبعدين نتج عنها الهدف الاول. يعني الهدف الاول لبيراميدز اصل الكوره فاول للاهلي. في ركله حره مباشره كان مفترض ان هي تتراجع، لان ديت في مرحله تحضير الهجمه. تمام. في مرحله بناء الهجمه، فدي كان المفروض ان الكره دي تتراجع. ان الكره ديت لو اتراجعت انا اعتقد ان الحكم الاسباني كان هنا هيجي، لازم كان يرجع يعمل ركله حره مباشره لصالح النادي الاهلي. انت بتقول ان الخطا مركب، كان الاول في الهواء كانت كره في الهواء ونزلت في الارض، فهو التحم معاه مره ثانيه قبل ما يمررها لفخر الدين بن يوسف ويحرز منها الهدف الاول. كان يجب مراجعتها من الفار. كان لازم تتراجع من الفار، ويأكد عليه في اللعبه ان اللعبه سليمه وخلاص، ما عندناش مشاكل بعد كده يعني. اللعبه الثانيه عندنا كان في تمام. انا بعت لك بترتيب الحالات. كان في هجمه واعده للنادي الاهلي، افتقدت شرط وحيد بس في شروط الفرصه المحققه، اللي هي ان الكره ما كانتش عن سيطره ولا سيطره مستقبليه على الكره. كان في حاله شد للاعب النادي الاهلي، وقع من بره ال 18 وكان مواجه للمرمى. فيها 3 شروط من اشتراطات الفرصه المحققه، ما عدا الفرصه شرط واحد بس، اللي هو الكره ما كانتش عنده سيطره ولا سيطره مستقبليه عليها، الكره كانت بعيده. تمام. الكره كانت لسه هو كان رايح لها، فما عندوش سيطره ولا سيطره مستقبليه عليها، وبالتالي تنزل مرتبه اللعبه دي من الطرد للانذار فقط لا غير على لاعب بيراميدز. والانذار اللي هي بتاعت احمد توفيق، وقلنا طرد مباشر، دي انذار. دي انذار لان هي مفتقده شرط من شروط الفرصه المحققه، اللي هي ما فيهاش السيطره والسيطره المستقبليه على الكوره. تمام. الكوره كانت بعيده عن التنافس بتاع الاثنين لعيبه، فهنا ما فيهاش طرد مباشر علشان هي افتقدت شرط من الشروط. لو كان الشرط اللي متحقق من اللي هو الشرط اللي كان موجود كان هنا في موجود هنا اللعب او في عنده سيطره على الكوره. على فكره اللعبه بتاعت الهدف الاول لبيراميدز بتتعاد قدامي على اون سبورت وانا بتفرج يعني. التحام مرتين من بره 18، الكره عاليه في الهواء فاللاعب التحم. واللعبه الثانيه اما نزلت في الارض دفع بالايد، وبعدين ارتد ثاني التمريره لفخر الدين بن يوسف احرز منها الهدف. تمام. انا كويس ان انا جبت اللقطتين بسرعه وعملت لك عليهم دوائر، بس هي فعليا انا متاكد من ان الحاله دي ركله حره مباشره لصالح النادي الاهلي. اللي بعده كان في عندنا حاله مطالبه ركله جزاء لبيراميدز، فخر الدين بن يوسف ومحمد عبد المنعم على ما اعتقد. احنا قلنا على اللعبه دي كتير وجبناها اكتر من مره معاك في برنامج. ايوه ودايما نقول هيودي ايده فين؟ اللي احنا بنقول عليها الايد الداعمه او السبورتد هاند. اللي هي الايد اللي هي ما يقدرش يشيلها، بالرغم انت قلت لي عليها اكتر من مره بالبلدي كده، هيقطع ايده ولا يوديها فين؟ بالظبط. الكوره اللي زي ديت اللاعب خلاص ده متكئ على ايده او مرتكز على ايده، ما يقدرش يوديها في مسار بعيد عن الكوره. فهنا مفيش، ما بتحتسبش عليها لمسات اليد، وبالتالي مفيش ركله جزاء لنادي بيراميدز. عندنا اخر لعبه اللي هي تدخل باسترزات القدم على قصبه الرجل لاعب بيراميدز بتاع اليو دياني، وهنا الانذار هو المستحق، لان هي عشان اقول ان ديت لعبه فيها استخدام قوه زايده وتدير وكارت احمر مباشر، لازم يبقى فيها كل الاشتراطات من حيث المسافه، ومن حيث ارتفاع استرزات القدم في قصبه الرجل، ومن حيث القوه. فهي مفتقده شرطين من الشروط ديت، هو فيها تدخل تهور زياده، وهو الانذار بس هو المستحق. دي كانت كل الحالات اللي موجوده عندنا في ماتش بيراميدز. يعني كرة اليو ديانج ترقى للطرد؟ لا، ما ترتقيش بالطرد، ما انا قلت لك هي مفتقده شرطين من شروط الطرد، هي لازم يبقى فيها مسافه ولازم يبقى فيها قوه، وهو ما عملش المسافه ومفيش مسافه ومفيش قوه. انا جاي مش جاي من اندفاع، ومش مديها قوه، ومش رافع استرزات القدم في قصبه رجل اللعيب، علشان كده هي ما ترتقيش بالطرد. اشكرك يا كابتن محمود، شكرا جزيلا. انا عايز اضيف لك بس يعني جزئيه صغيره، ان الحكم الاسباني كان بيتمشى في ملعب المباراه، وما كانش حد فهمه ان دي مباراه مهمه في الدوري المصري، ما كانش مديها. لا، ما احنا بص، احنا قولا لا جدال فيه بيجي لنا اسوأ حكام بس اسمهم اجانب، بس حتى لو كويس الراجل ده اتحرك في مسار الكره اكتر من مره، بيجري بطريقه خطا. احنا مش بنعدل بقى على الاسبان ولا على الانجليز، احنا بنتكلم في كوره، الكوره ديت كل الناس سواسيه فيها، مصريين زي اسبان زي انجليز. تحركات الحكم في الملعب ديت من زمان كانت ليها طرق كتيره، طريقه قطريه والاستدياجنال وكذا طريقه. الراجل ده بيجري في مسار الكوره، هو بيجري مش مدي اهميه المباراه. لو بيحكم مباراه لبرشلونه ولا مانشستر اكيد كان على مستوى المباراه كان هيركز جدا، وكان هيبقى حريص على انه يطلع بالماتش بشكل كويس. انا بس اللي ضايقني في القصص ديت ان مثلا في انذار احمد عبد القادر ده ما راحش اعترض عليه، رغم ان احمد عبد القادر اتدخل على رجل كريم علي لاعب النادي الاهلي، او كريم فؤاد، اسمه كريم فؤاد لاعب النادي الاهلي، وما اتدخلش على قدم عبد الله السعيد، وبالرغم كده هو اشار له الكارت الاصفر ما راحش اعترض. يعني حاسس ان هو عمل مشكله وهو ما عملش حاجه اصلا، التدخل كان على قدم زميله، وبعدين في الاخر اندفعوا خبطوا في عبد الله السعيد. والحاله دي كانت تقريبا في الدقيقه 80 ولا حاجه، وادى انذار فيها لاحمد عبد القادر، وما اعترضش على اللعبه من الاساس. عامه كل الشكر والتقدير ليك يا استاذ عبد الناصر، ودايما نمره واحد في مصر. شكرا جزيلا يا كابتن محمود. ارجع لك مره ثالثه مع مباراه الاسماعيلي وفيوتشر. حاضر، عينيا. شكرا، لو في حالات ابعتها لي. شكرا جزيلا. ماشي. ده بالنسبة للحالات التحكيمية يا جماعة. وارجع تاني واقول ليس لنا رأي في الحالات التحكيمية، زي ما انت شايف دي حالات بيحكمها ناس متخصصين وبيتكلم فيها ناس متخصصين. الالتحام بتاع أسامة حسن ما فيهوش حاجة الراجل قال.